صباح الخير. البامية، ايه فوائد البامية لصحة الجسم؟ وهل البامية دي فعلا مفيدة؟ وناكلها ازاي؟ ونستعملها ازاي؟ وهل ليها اضرار؟ واللي بيحبش البامية يحبها ازاي لو فعلا ليها فوائد كتيرة جدا؟ فيديو مهم جدا، واكلة متوفرة في كل بيت تقريبا في الوطن العربي. وتعالوا كده نبدأ الحلقة. ورجعنا لكم تاني، معاكم دكتور ماجد المنقبادي، قناة طب وتنمية بشرية، بكالوريوس طب عين شمس 91، ماجستير من ألمانيا. لو حضراتكم بتشرفوني لأول مرة، في زر أحمر تحت كده، لو أنت مهتم بالموضوعات الطبية والصحية والعلمية اعمل لنا بس اشتراك في القناة. الاشتراك عندنا مجاني، الاستشارات عندنا مجانية، ومرحب بيك معانا بتعليق وتشجيع لنا. أدخل في الموضوع على طول. فوائد البامية والمحتوى الغذائي اللي موجود في البامية. قبل ما نعرف فوائد البامية، كل جهاز من الأجهزة بتاعت الجسم، الجهاز الهضمي، الجهاز التنفسي، إلخ، هنتكلم الأول على البامية دي إيه جواها. قالك إن 100 جرام من بامية فيه 33 سعر حراري بس، يعني إيه؟ ما فيهاش نسبة كربوهيدرات كتيرة، لكن فيها بروتينات، فيها نسبة دهون بسيطة، فيها فيتامينات، فيتامين A وفيتامين C وفيتامين K، وفيها صوديوم وكالسيوم ومنجنيز وبوتاسيوم وفوليك أسيد، وفي غنية بالألياف. والبامية تعتبر مصدر للحديد والفوسفور والنحاس ومضادات أكسدة كتيرة. إيه اللي بيعمل الكلام ده بقى في الجسم؟ تعالوا نمسكهم جهاز جهاز. أول جهاز، الجهاز الدوري. الجهاز الدوري وجد إن البامية ووجودها في الجسم بيقلل بطريقة مباشرة أو غير مباشرة بسبب وجود مضادات الأكسدة من منسوب الكوليسترول الضار في الجسم، ويقلل مستواه، فبالتالي بيقلل من فرصة الإصابة بأمراض القلب والجلطات والسمنة. نمرة 2، البامية ومكافحة السرطان. البامية والمادة اللزجة اللي فيها دي، فيها مادة اسمها بروتين اسمه اللاكتين أو الليكتين، وده ثبت في دراسات في أمريكا وفي تركيا إنه بيساعد على مكافحة نمو الخلايا السرطانية، خاصة متعلق به سرطان الثدي وسرطان البروستاتا وكمان سرطان الرئة. كمان البامية عشان بتحتوي على حمض فوليك، وهنعرف أهميته طبعا بالنسبة للحامل وكده، لكن للإنسان العادي اللي هو زي وزيك ده بيساعد في مكافحة السرطان عموما، لأن حمض الفوليك بيمنع بداية تكوين الخلية السرطانية، بيشتغل حمض الفوليك على بداية تكوين خلايا السرطانية وبيمنعها. نمرة 3، الجهاز العصبي. تخيلوا ان البامية مريحة للأعصاب وبتقلل الاكتئاب. ليه بقى؟ لانه تناول البامية ثبت بالدراسات انه بيحسن مستوى الطاقة ويقلل الشعور بالتعب والإرهاق، وده على فكرة مش في البامية بس، ده في كل المواد اللي فيها بذور، لان مضادات الأكسدة اللي موجودة في البذور زي البسلة والبامية الاخره دي، البذور دي بتبقى فيها، بتبقى زي جنين النبات، فده ثبت ان مضادات الاكسدة اللي فيه نشيطة جدا، بتخلي الانسان يقل احساسه بالتعب والارهاق ويبقى مزاجه رايق زي ما بيقول. نمرة 4 بقى، اهم جهاز احنا بناكل ايه؟ الجهاز الايه؟ الهضمي. البامية بالالياف اللي فيها بتحارب الامساك، بتحسن الهضم، بتريح بقى الجهاز الهضمي كده كله الاوله لاخره. المعدة، بتريح المعدة وبتحارب قرحة المعدة، وحشرح النقطة دي الصينيين بيعملوا فيها بكده. البامية بتشتغل كملين وبتساعد مع التخلص من الفضلات بطريقة صحية، وبتاخد الحاجة كده وتنزلها لكن حتة بامية نازلة، بتحس ان مفيش اي تعب، مفيش اي ارهاق، مفيش اي الم، مفيش اي مغص في الامعاء. ايه؟ وكمان بتطيب الاخشية. يعني ايه؟ البامية فيها مضادات أكسدة، فبالتالي فيها مضادات التهاب، فبتخلي أي التهاب يحصل في الأمعاء، في المعدة، في قرحة المعدة، في كل الجسم لغاية نهاية الأمعاء الغليظة كده، الجهاز الهضمي كله بيبقى بياخد اللزوجة اللي موجودة في المادة بتاعت البامية إن صح التعبير. بتسهل كمان عملية الامتصاص، وتخلي الغشاء بتاع الأمعاء بيبقى إيه؟ مشابه للغشاء بتاع البامية. لذلك الصينيين والفراعنة زمان كانوا بيعملوا البامية بودرة. تفتكروا جدودنا في مصر كان يعملوا البامية بودرة وبامية ناشفة، والبامية الناشفة دي كان في ناس انا شفت بعيني، يعني كان ناس بيبقى عندها قرحة معدة ياخد معلقتين الصبح،
كمان في ناس بينقعوها ويشربوا طبعا يعني الطعم مش هو، لكن لو علاج ماشي. كانت لسه العلاجات والادويه بتاعت المعده ما اشتغلتش، ولذلك كانت مفيده في الوقت. نمره 5، الجهاز الحركي والعظمي. الباميه فيها فيتامين كي، عايزين نحفظ كده، اي حاجه خضراء هيبقى فيها فيتامين اي وفيتامين كي، ده بيقوي العظام ويحسن من صحتها ويساعد على تحسين امتصاص الكالسيوم اللي هو ضروري لتقوية العظام. نمرة 6، البامية وفايدتها للست الحامل والمرضعة. وجدوا ان 100 جرام بامية فيها 60 مايكرو جرام من حمض الفوليك، واحنا اصلا بنكتب للست الحامل حمض فوليك بنسبة معينة حسب وزنها وكده. ليه؟ لانه حمض الفوليك مهم جدا لصحة الحامل والجنين وكمان المرضعة بعد الولادة. وبكده بتوفر 22% من الاحتياج اللي احنا اصلا بنكتبه للست الحامل طبعا حسب وزنها. يعني لو خدت 100 جرام باميه خدت ربع اللي هي عايزاه من حمض الفوليك في اليوم. كمان اثناء الحمل من فوائد حمض الفوليك انه بيمنع العيوب الخلقيه ويخلي الجنين طالع جسمه كامل. والاطعمه بتاع الغنيه بحمض الفوليك عموما بتنظف الرئتين كمان بتاع الست الحامل واللي مش حامل. فاذا الباميه مفيده جدا للست الحامل ولهاش اي اضرار. نمرة 7، فوائد البامية للجلد والشعر. البامية فيها مضادات أكسدة غنية بفيتامينات A و C و E و H، ده بيعمل على ترطيب الشعر وفروة الرأس وتعمل زي تخلي البشرة براقة وناضرة زي جلد البامية كده. شايفين جلد البامية؟ وشوفوا الجلد بيبقى براق وناصع. كمان الفلافونيدات اللي فيها بتمنع كمان سرطان الجلد. في خطوره من تناول الباميه؟ لا، هما حاجتين بس. غسيل الباميه لازم يبقى غسيل كويس جدا، لانه احيانا في جزيئات وفي الجناب كده بيبقى فيه طبعا البكتيريا تراكمت لو هي موجوده بره، بس انت يعني مش تاكلها نيه، بس ايه تتغسل كويس جدا جدا عشان البكتيريا اللي فيها او اي حاجه. طيب. نمره 2، يعني مرضى القولون العصبي واللي عندهم مشاكل كتير جدا جدا في القولون ما يكتروش من الباميه، ممكن وجبه في الاسبوع، يعني ما يحرموش نفسهم بس تبقى وجبه في الاسبوع وما تبقاش باميه مسبكه، لان الالم اللي بيجيلك في بطنك والقولون ده مش من الباميه، ده من مسبك اكتر. لكن طبعا الباميه عشان فيها بذور وكده ممكن تتعب زي اي حاجه فيها بقوليات وفيها بذور ممكن تتعب القولون. طيب نمره 8، الباميه والعين. الباميه فيها قلنا في الاول ايه؟ فيتامين اي وبيتا كاروتين. اي حاجه ملونه يا جماعه بيبقى من سبب التلوين بوجود ماده البيتا كاروتين، وفيها كمان الباميه حاجتين تانية، ماده اسمها لوتين وماده زانثين اللي قلنا عليها في الاول، والثيانين. هدول بيحافظوا على انه زي فيتامين مع فيتامين ايه على العين وعلى الجلد زي ما قلنا في الشعر والجلد، وبيخلوا بيقللوا من فرصه ان العدسه تعتم او حدوث الميه البيضاء، وكمان بالنسبه للجلد بيمنعوا البثور وبيمنعوا حب الشباب. نمره 9، الباميه وجهاز المناعه. باميه فيها فيتامين سي. فيتامين سي انتوا عارفين دلوقتي بقى في الكورونا بقيتوا اساتذه كله فيتامين سي فيتامين سي فيتامين سي. الباميه مليانه بفيتامين سي. نمره 10، الباميه وتجلط الدم. لو اتعورت واكل باميه الجرح يلم بسرعه وببساطه كده. ليه؟ لان في حاجه اسمها فيتامين كي، ده بيمنع تجلط الدم. اخر حاجه، الباميه ومرضى السكر. مرضى السكر احنا قلنا ان الباميه بتقلل نسبه الكوليسترول في الدم. طيب الباميه مرضى السكر لو سكر من النوع الاول الباميه مش هتفيده قوي، لان هي ممكن تساعد البنكرياس يفرز انسولين. طب برضه البنكرياس النوع الاول ده اصلا ما عندوش انسولين، مش شغال خالص خلايا البنكرياس. لكن النوع الثاني بقى اللي عنده كسل وان عنده محتاج ان حاجه تشجع خلايا البنكرياس انها تفرز انسولين، ثبت في دراسات علميه وجود الباميه دي في الاكل بيخلي ان مريض السكر انه ممكن جدا انه ده يزود نسبه افراز الانسولين ويشجع خلايا جزر لانجر هانز اللي في البنكرياس انها تفرز انسولين. ولذلك بينصح ان ممكن تنقع الباميه والصبح تشرب كوبايه. طبعا الطعم مش هيبقى لذيذ، اعتبره دواء يا سيدي. اغسل الباميه كويس، انقعها في ميه معدنيه، والصبح اشرب نص كوبايه قبل ما تاخد دواء السكر او كده. ممكن جدا ان الجسم بيبتدي يتشجع انه يفرز انسولين، لان المواد اللي فيها زي ما قلنا ممكن تشجع حدوث افراز الانسولين. دي كانت فكره عن الباميه وفوائدها. طبعا احنا عملنا فيديوهات كتيره للتغذيه. الجماعه اللي بتحبوا تتابعوا التغذيه احنا عملنا فيديوهات عن الباذنجان
وعملنا فيديوهات عن الفلفل الاخضر، وعملنا البنجر الاحمر، عملنا الطماطم، عملنا النعناع، الكاكاو، عملنا فيديوهات كتيره جدا للتغذيه. اتمنى تكون حلقه عجبتكم، مستني اسئلتكم ولايكاتكم. كان معكم ماجد المنقبادي، طب وتنميه بشريه.